بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وإمام المجاهدين والحر والحر المبجلين، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا والعبد القريب لمهجرينا. نحن أحرار الداخل السوري في الجيش السوري الحر، نناشد اليوم أهل السنة والجماعة، ونناشد كل سني حر شريف في بقاع الأرض، نناشد علمائنا ومشايخنا، نناشد أطباءنا ومهندسينا، ونناشد مدرسينا، ونناشد طلبة العلم والطبقات العاملة من أهل السنة والجماعة في كافة بقاع الأرض. نقول لكم، هل ترضون ما يفعلون نظام نصير الشيعي الصهيوني المجوسي بنا؟ لقد جيش هذا النظام السفاح كل من الكفر الموجود في بقاع الأرض، وجلبهم إلى أرض الشام المباركة، وجيش كل زنادقة الكفر وأبناء المتعة من إيران والعراق ولبنان وباكستان وروسيا والصين وكرواتيا. وقد أعلنوا أبو وجهنا الحرب على أهل السنة والجماعة في سوريا الحبيبة، ومنهم نصيري حسن نصر الشيطان، وقد أعلن جهارا نهارا وأعلن استعداده للنزول إلى أرض الشام ليقاتل أهلنا وأبنائنا. فماذا أنتم فاعلون؟ يا أهل السنة في بقاع المعمورة؟ وهل أنتم تتلذذون في النظر عبر شاشات التلفاز على دمائنا التي سفكت، وعلى أعراضنا وعلى أموالنا وعلى مساجدنا التي انتهكت، وأنتم اليوم المهبر لكم أمام الواحد الأحد القهار؟ ولن نسامح كل من خذل أهل الشام أمام الجبار القهار يوم لا ينفع مال ولا بنون. هل استمتعتم في رؤية ما حصل في غوط دمشق؟ في هذه المجزرة المروعة التي لم يحصل لها مثيل في التاريخ؟ وهل تنتظرون مثل هذه المجزرة في درعا وحمص وحماة ودير الزور وفي كل محافظات السورية؟ ألم تسمعوا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ لنا الفخر، أقولها وأعدها، لنا الفخر والشرف بأننا نجاهد عن أهل السنة والجماعة، نحارب عن أهل الجنة، عن أهل السنة والجماعة في بقاع الأرض. عهدا علينا لن نترك شبرا في هذه البلاد، لن نترك شبرا من هذه البلاد إلا بعد تحريرها وتطهيرها من هذه العصابات النجسة. وأن غدا لناظري قريب، ننتصر أو نموت، شهداءنا في الجنة وقتلاهم في النار، تكبير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.